ورا بعض واقفين بالألوف، عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور، وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب، واللعبة واضحة باختصار بين الكبار وبين الصغار. في قطر ودم وضرب نار، وفي حصان اسود ما بين الناحيتين، ينفع يعدل او يغير في المسار. مش عيب تخاف من لعب تموت من الخوف. طبيعي سنة الحياة، ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشينا على عمى. واحد رجع والتاني تاه، ويا اللي تاه شوف مين تفرقه ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم، صح وغلط باطل بحق بيتصدم. بيتحذر كل لما كان بيتردم، ضمير صحي وضمير موافق يتعدم. سيناريو كان مفتوح واللعب على المكشوف. اللعبة واضحة باختصار بين الكبار وبين الصغار. في قطر ودم وضرب نار، وفي حصان اسود ما بين الناحيتين، ينفع يعدل او يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. بص بقى، يا اما تجيلي يا اجيلك. اوعي يا ليلى، اوعي تقولي لأي مخلوق على مكاننا. تفتكر الطلعة دي هتيجي بفايدة؟ هتيجي بفايدة وهتبقى فل الفل، بس بطل نبر انت عشان تسلك. بس الله يرضى عليك يا باشا، يا ريت نركز قوي وناخد بالنا واحنا بنعمل تلاش يا مختار، انا امان قوي بالنسبة للبرهان. انت لازم تقرا، عارف لو ما عدتش على خير هيحصل ايه؟ هتبقى بإذن الله آخر سهرة ليك يا راجل، وبعدها هتقضي كل ليالي في السجن. ها؟ معلش يا هاني، بحقك عليا، هديك الحقنه وراح اغيره على طول. انت تغيري اللبس ده فورا، واوعي اشوفك طول ما انت قاعده في البيت ده بتلبسي المناظر دي. يعني
لسه ما فيش اخبار عن غنيم؟ زي ما يكون اتبخر. ولا قبلين رفيق لازم يعرف ان نورهان ابتدت تشك فيه، وبدل ما يحدد ميعاد الفرح يحدد ميعاد الجنازه. اجمل واكبر قريه في البلد كلها لمالكتها مشيره هانم البستاني. طب انا حبيت طبعا النهارده ابعدكم عن جو المديريه والشغل الليله دي بالذات، واكيد انتوا عارفين ليه. طبعا خالد باشا، عشان الليله الكبيره بتاعت بكره. هو انت تعرف كم واحد اسمه سراجه فتحي؟ والله زمان يا سراج. ايه بتتكلم منين؟ وعلى ما جهز حالي تكون انت كمان جهزت بمهر يا حبيبي. لازم تحط ايدك في ايدي، الناس دول مش سهلين يا فتحي. ويا ترى بقى انت هتصدق المره دي ولا هتغدر زي كل مره؟ هتكبس عليهم امتى؟ اول ما نوصل لحته هاديه هثبت لك اللي جابوهم. ربنا يستر. كني على جنب يا حلو عشان عايزك موضوع. اقفي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالهم دول يا ستي؟ خلي بالك يا ستي، ده بابا في ضيق. على جنب انا موتك. اخلصي تعالي. انتوا عايزين ايه؟ عايزين امتى؟ خدوا كل حاجه، خدوا كل حاجه وسيبونا نروح. فين حبيب القلب والغندور صاحبه؟ انت قصدك على مين؟ تعال انا فاهمك قصدي بطريقتي. شوها بس عشان خاطر اللي داخلين عليه بكره. استهدى بالله كده ونام. استهدى بالله ونام يا صاحبي. اللهم بك على الخير يا فتحي. خير خير. اللهم بك على الخير. فين ماهر؟ وصاحبه فتحي؟ معرفش معرفش حاجه خالص، معرفش هما فين. بس انا بسيبها حرام عليك. انا هقول لك هما فين. بس اسكت انت، ما تقوليش اي حاجه. كده دورك انتهى. كتبت النهايه يا نجمه، ما تعزيش على اللي خلقك. تخلص على مين يا بلاطه؟ لا تخلص على مين يا عوض؟ السنيوره شكلها اعلى من ستها وهتلعب البطوله وهتقول لنا على مكان ماهر وفاتحي. هتنجزي ولا تحصليها؟ والله القسم انا هقولها ولا كل حاجه، بس احنا غلبانه ماليش دعوه بكل اللي بيحصل ده. هما الاثنين في الاسطبل وانا هصير في الاسطبل. مبروك. مبروك علينا احنا الاثنين. انا لسه ما قبضتش حاجه. ازاي؟ سليم بلغني انه ظبطك خلاص. انا تفرقش معايا تظبيطه سليم. امال ايه اللي يفرق معاك؟ انت من عناي الامور تمشي بس وانا عندي وعد. مش موضوع فلوس. امال موضوع ايه؟ الرضا. مش قلنا نقول الرضا؟ ومين قالك بقى ان انا مش راضيه عنك؟ مش بالكلام. لا الفعل صعب قوي دلوقتي. انا كده ازعل قوي. الصبر طيب، اللي يصبر ينول يا عم رامز. لا انا كده بقى الكلام ده ما ياكلش معايا خالص، يقلقني ويحسسني بقى ان انتي نايمتيني وشوقتيني لحد ما خدت اللي انتي عايزاه وبعد كده بتسوحيني. عيب عليك، انا مستحيل اعمل حاجه زي كده ابدا. انا يدوب بس لسه عامله توكيل لسليم انه يستلم دفعات القرض عشان نبتدي شغل في ارض القريه،
مقدرش اعمل اي حاجه دلوقتي ابدا. لو حد خد خبر بيها ممكن يقلب عليا الدنيا ويلغي اتفاقه معايا. عشان كده لازم نصبر شويه، واول ما المشروع يقف على رجله من العين دي والعين دي يا روحي. بس ده هياخد وقت طويل وانا كده مش هقدر اصبر. لازم تصبر، وبعدين الايام بتجري زي الهوا. وعلى فكره اللي جاي بتاعنا احنا، بس انا انول المراد وانت بعدها تنول الرضا، ولا ايه؟ ماشي، خليك ورا الكذاب لحد باب الدار. اخصى عليك، انا كذابه؟ احلى وارق واجمل كذابه شفتها في حياتي. خلاص، ما دام انت شايف كده يبقى استاهل انك تستنى عليا شويه. اتفقنا؟ وانا اقدر اختلف معاك يا عمر. عين العقل يا روح. ابا رانيا، على ميعادنا احنا بقى عشان ننفذ العمليه بتاعت برهان، انا وانتي وبسمه سوا. طب بقول لك ايه يا شكري، ما تفكك مني انا وخد مختار، مختار احسن مني في الحاجات. مش مستاهله، وبعدين مختار انا مكلفه بمهمه تانية، بيجهز لي مكان عشان بعد ما اخلص العمليه ارجع عليه انا وبسمه نكن شويه، لاني مش ضامن برهان رد فعله هيبقى ايه بعد اللي هيحصل. يا شكري انا ركبي بتخبط في بعض ومش حمل القلق والتوتر ده. ما تجمدي قلبك امال، الحكايه سهله وبسيطه وانا مرتبه كويس. كل المطلوب منك انك هتستنيني على باب المركز انا وبسمه في العربيه عشان تامني ظهري، وكله بحساب رانيا. ايه ده ماما؟ غريب قوي ماما تكلمني دلوقتي. ايه ماما؟ في ايه؟ مات؟ انت متاكده؟ حصل امتى الكلام ده؟ طب اقفلي اقفلي اقفلي، انا جايلك على طول. في ايه؟ مين ده اللي مات؟ بابا مات قبل ما اصبحه. بابا؟ ده بابا ايه يا رانيا اللي ظهر فجأة ومات فجأة ده كمان؟ عموما يا ستي الباقي في حياتك. الحقيقة بقى من ميت رانيا، احنا مش فاضيين الجو ده بقى. ها؟ يا شكري من فضلك ابعد عني، انا مش ناقصاك دلوقتي. جري يا رانيا، انت هتغديها حجة عشان تخلعي مني ولا ايه؟ ما ينفعش. هو انت ايه؟ ما بتحسش؟ انت ما بتفهمش؟ سيبنا لك انت المفهومية والإحساس، بس بعد كده ما تبقيش تيجي تسأليني عن المصلحة بقى، لأني هقول لك مفيش في نيتو، ما أنا مش هقبضك وانت قاعدة في البيت مالكيش لازمة. يا أخي ملعون أبو الفلوس على أبو المصالح اللي في الدنيا كلها، في إيه يا شكري؟ أوكي يا رانيا نبقى اتفقنا خلاص، بس تجيبي سيرتي بكلمة هذبحك. الباقي في حياتك يا حلوة. سكرة سي شريف، سيبك من البتاع ده، انا اعمل لك حاجه تاكلها احسن، تلقيت لي حبه عيني على لحم بطنك. اصيله سكر، على فكره قعدتك وسهرك جنب امي دي جميله في رقبتي عمري ما هنساها. جمال ايه بس يا سي شريف؟ ده انت اللي جمالك يا اخويا مغرقاني من ساس الراس. المهم انا عندي بكره مهمه كبيره في الشغل، مش عارف هترسي على ايه. ان شاء الله ترسي يا اخويا على كل خير، ما تقلقش. بصراحه بقى كده ما لقيتش احسن منك اتامن على امي وانا مش موجود. من عيني وغلاوتك عندي، لا عندي زاد ولا عندي ميه، لحد ما ترجع لنا بالف سلامه. وانا كده اطمنت، ولو ربنا عز وجل كتب لي عمر ان انا ارجع ان شاء الله هيكون هو بس اللي هيقدرني على رد كمالك. يا احلى وردة سكر شفتها. بقول لك ايه، اعمل لك حاجه تاكلها بقى؟ مصممه يعني؟ اعملي يا ست وريني. على السلامة. الله يسلمك، كفاية هنا، ميرسي قوي يا رفيق. خير ليه؟ يعني من غير ليه؟
ممكن قوي يكون في حد صاحي، هيبقى شكلها مش لطيف، مش كده ولا ايه؟ اه صحيح، في دي عندك حق. ميرسي قوي قوي، كانت سهره حلوه. ميرسي حلوه بوجودك، وانت كنت من وراها طبعا. ميرسي. طيب يلا تشاو. باي باي. هات وحشي. ميكي. باي باي. حتى لو فيها نهايتي، عمرك ما هتلمس مني شعره واحده يا واطي. انت عارف انك مش هتجيبها لبر وهتصور قتيل يا قتيل. وتجمد قلبك يا عم الخفيف، عمرها خلص لحد هنا؟ ده قدر ربنا اعترض بقى، هتكفر ولا ايه؟ اقرا لها الفاتحه بدل ما انت عمال تولول كده. ايش ايش يا عم المؤمن؟ او الغندور ظهر لك اهو، ورينا هتعمل ايه؟ من الفجر هنلبدله، وعينينا هتفضل عليه لحد ما نضرب ضربتنا. مالك مستعجل على اللقاء كده ليه؟ فتحي ده عشره قديمه وليه شوقه، وما صدقت اعرف مكانه عشان نمد حبل الوصال من تاني. ضحكتني، قولوا اني ماليش نفس اضحك. خرب بيت معرفتك. مساء الخير يا راجل عجوز. عجوز في عينك يا ولد. الله الله، ايه الخيرات دي كلها؟ انا اجدع منك وعلى الله يطمر فيك. طول عمرك اجدع مني، بس يعني انا مش عاوز اتعبك كل يوم كده بالليل حبيبي. ولا تعب ولا اي حاجه، بس على الله اكل الحلو ده يتمر فيك ويعدل لك حركه الماي. ما انت مش قادر تصدقني، انت تنفخ في قربه مقطوعه. اتفضل اقعد كل معايا وتسمم بالهنا والشفا. اتسمم وبالهنا والشفا في جمله واحده؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه، انا هخش اغير في السريع كده وارجع نتعشى مع بعض. بسرعه بقى وبلاش تكعن، هموت من الجوع. يلا بقول لك يا عم فاروق، انا بكره طالع مأموريه صعبه قوي، ونبي ما تنسانيش في دعائك النهارده وانت بتصلي. وهي دي جديده عليك؟ ايه اللي قالك المره دي كده؟ المرة دي غير أي مرة، المرة دي يا قاتل يا مقتول. بعدين بقى هتكركب الدنيا فوق دماغي ليه وخليني أقلق عليك يا ابني؟ أنا آسف والله، أنا ما مش بقول لك كده عشان أقلقك. أمال عشان إيه؟ بابا أنا عاوز أطلب منك طلب. اتفضل يا ابني. لو حصل لي أي حاجة بكرة، أي حاجة، ولادي امانه في رقبتك، عاوزك تربيهم زي ما ربيتني، وتعلمهم زي ما علمتني، وتبقى سندهم زي ما طول عمرك كنت سندي. هترجع منصور، أولادك هيتربوا في حضنك يا حبيبي. بابا أنا نازل بكرة وشايل كفني على إيدي. عارف ليه؟ عشان أنفذ كل اللي أنا اتعلمته منك طول عمري. أحب بلدي وأصونها وأفتي ترابها بدمي. وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. ان شاء الله يا عم فاروق، ان شاء الله يا صاحبي. ادعي لي بس اقدر ارفع راسك. Thank you.
هو ينفع كده تقربني منك وتخليني احبك وانا ولا في دماغك؟ طب اعمل ايه واقول ايه بس؟ ولو قلت ولا عملت ممكن تحس بيا؟ على رأي نجات وانا رمشي مدى ابنه وهو عيونه تشبعنا. نام يا سيدي نام، نوم العوافي على عيونك. ايه ده؟ شكرا. هو في ايه؟ انت ايه اللي جايبك يعني؟ انا كنت جايه بس اطمن عليك، اصل انت مش هتستغطى كويس وانت ناي. مش بقى ايه؟ استغطى. ماشي يا ستي، كتر الف خيرك. طيب معلش بقى انا قلقتك، كمل نومك. ولا هكمل نومي. هو انت كمان رايحه نام؟ نام يا سكر، وارمي ورا ظهري، ما تفكريش. هو ايه اللي ارميه ورا ظهري يا سي شريف؟ انت بتفكري في ايه؟ سيبي بكره صاحب بكره، تعرفيش هو شايل لنا ايه ولا مين هيبقى من نصيب مين. انت فهمتني غلط، انا بس كان قصدي صح ولا غلط. ابوس ايدك، عايز انام ساعه عشان اقوم فايق للهم اللي انا داخل عليه. سلامتك من الهم يا سيد الناس، لو بايدي كنت شلته مكانك. تصبح على خير. وانت من اهله ما تنساش تستغطى كويس. تصبح على خير. بيعك تحخلي الله. يا غزولي. يا باشا. عامل ايه؟ الحمد لله يا باشا، ربنا يخليك. احنا خارجين دلوقتي، عايزك تخلي بالك من الاسطبل، تخلي عينك في وسط راسك. اي حد جديد داخل خارج الاسطبل يبقى عينك عليه، او اي وش ما تعرفوش بيحوم حوالين الاسطبل برضه تبقى عينك عليه، وتبلغني على طول باي حاجه تحصل. ده غير ان انت لازم تخلي بالك من الناس اللي في البيت. طمن يا باشا، حط في بطنك شادر بطيخ صيفي وتروحوا ترجعوني بالسلامه ان شاء الله، وكله تحت السيطره. ماشي يا غزولي، يلا اتكل. ان شاء الله بقى فتح ولا ايه؟ يلا. Thank you.
الورقة فتحي. أنا جاي النهاردة يا قاتل يا مقتول، ولازم أخد الورقة. تبقى مقتول يا إسرار. أوه أه صباعي. ما كانش لازم يا فتحي أنا وأنت نقعد في بعض أبدا. كنت أقول الكلام ده لنفسك قبل ما تفكر تغدر بيا. سراج دخل عندك المحكمة الشريف، خلي عينك عليها. وقلع الفيست اللي انت لابسه ده. سراج وصل المحكمة، اطمن يا دكتور. عيننا مش هتغيب عنه ولا عن فتحي لحظة واحدة. عرفنا سكة الغندور على دقة المدفع يا معلم. ولازمته ايه اللي بشهاول ايه؟ خليه يعمل كل حاجة، ولما يخلص العملية اكلها انا منه مقشرة وعلم عليه علامة السنين. ايوه فتحي، احنا وصلنا عند المحكمة خلاص. خليك انت وبهجت في العربية، وأول ما يطلع سراج اقطره. أنا حاسس إن في لبش، بس عموما خلينا زي ما احنا، ولو في أي حاجة حصلت هلغيك. Thank you.
ايوه ايوه خالد بيه. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم حفظته. حاضر. الجلسة قربت تخلص وسراج دقايق ونخرج. في ايه مالي؟ مش عارف. خالد بيجنني. قال لي فتحي دخل المحكمة. قلبت عليه الدنيا مش لاقيه. مش عارف اعمل ايه. محكمة! برهان. خدت اعدام نهائي يا برهان. اعدام ايه يا راجل؟ بعد الشر عليك. ان شاء الله اللي يكرهك. انا قلبت عليه المحكمه يا خالد بيه. نفس ملح وداب. هو حضرتك متاكد قوي يعني داخل المحكمه؟ زي ما انا متاكد ان انا شايفك قدامي. طب هيكون راح فين؟ مش عارف، بس انا خايف انه يكون حاسس باي قلق. طب يا خالد بيه، ما يكونش القلق اللي هو حاسه ان خلاه يلغي العمليه، يجيلها حاجه زي كده يعني؟ لا لا لا، مش لدرجه انه يلغي العمليه. انت عارف اني مراته في خطر، بس انا خايف انه يكون حس بحاجه وحرص. عشان كده لازم نفكر ازاي نغير خط التامين سراج. ايوه يا تربو، مش عارف، من ساعة ما شفت الضابط اللي اسمه شريف ده وانا قلقت قوي. مش عارف اذا كان البوليس عنده خبر ولا ايه. ايوه فتحي، طب والعمل ايه دلوقتي؟ انت شايف ايه، هنكمل ولا ايه النظام؟ لا، احنا هنمشي زي ما احنا مرتبين بالظبط من غير اي تغيير. ماشي، تابعنا انت بس بالاخبار، ولو في اي حاجة جديدة. Thank you.
اكبس يا تربو. استعان مع شاب الله. تربو ده كمين يا تربو! اهرب يا تربو! فتحي فات الوقت ان ده بعد خلاص. استراك ما خرجش! اهرب يا تربو! طب يا فتحي الحق انت وانا هتصرف. في بقك ما تخافش